طبعاً إذا أكو شريحة مظلومة مهانة بالعراق، بالبلد المظلوم، بالبلد المحكوم إجباري من قبل حكومة أجندات والله العظيم خارجية لدمار هذا البلد، هاي الشريحة مظلومة مهمشة بالكامل، هي شريحة ذو الاحتياجات الخاصة. أتمنى من الله النواب اللي قاعدين بالبرلمان اللي يمثلون الشعب على أساس، فأنتم جبناء أنذال. هاي الشريحة ما إلها بس الله، يوم من الأيام نطلب كلام حق، نصفوا هاي الشريحة. ها أكو معوق تطلونه 120,000، شلون يكفل؟ لا بيت، لا قطعة من طينة. ليش؟ دولة مو أولادكم، مو أخوانكم. أنا أم خمني الحسين أبو عبد الله شفاعة عند رب العالمين، إن شاء الله عوائلكم كلها تنقرب معوقين، حتى تحسون معاناة المعوق شلون مهدود. بجاه محمد وآل محمد عوائلكم وانتم تصيروا المعوقين وتزحفون على صرامتكم. ولك 120,000 حفاظ، أكثرية أغلبية المعوقين عذرا للمعوقين، أغلبيتهم يستعملون حفاظة. ولك والله ما تكفي حفاظات. أغلبية المعوقين قاعدين بالإيجار. جبناء أنذار، الخسة والعار بقصصكم إلى يوم يبعثون. عمت عينكم دار فيكم على معوقين تكون عليهم. يوم الاثنين الجاية مو هاي الجاية مظاهرات للمعوقين. انت المعوق جبان وندد الى ما تطرح تظاهر الطالب بحقك. ولك هي الدنيا هاي العراق كله انقلب، السياسيين مالته وحوش. فاذا مو ما تصير شرس والطالب بحقك لا تصير جبان. لا تقل لي معوق، اطلع تبرغت بالتبليغ، اطلع طق راسك بالصفا. 120,000 يطون المعوق وعوائلهم كلها برا. 120,000 يطون المعوق ويتلقى ابنه ربع دينار ما عنده. أغلبية المعوقين طلقت نسوانها، أغلبية المعوقين هجرت عوائلها، ما عنده معوق شو يشتغل؟ لا يشتغل حارس، لا يشتغل عمالك شمال. بالله وبالراتب، والراتب الدولة الجبانة العاهرة الأنذار الخياس ضمه بقصصكم. ونحن على روح أمك وأبوك أمريكا اللي جبت هاي الأنقاس اللي خليتها تخطب. ونعلى على روح أمك وأبوك إيران المشان ده هاي الجبناء الأنذال العار معوقين دالينهم. ولك هو المعوقين إلا بس الله سند الله. شوفوا تاليتكم وين. والله العظيم حبة المعوق شو تسوي بكم؟ حبة المعوق تهتك حرام، تهتك شرفكم، تنعد والدك. ما تستحون من تقعد مجلس النواب وانت تمثل شعب. انصف هاي الشريحة هاي المدمرة، انصف هاي الشريحة المظلومة، انطوا من عندها قسم قطع. تدري بيش القطعة مال المعوق باعها؟ مليون دينار. عمال بدون شرف الاحزاب والنواب يطولهم القطعة ب 700 و 800 سفلة سرسرية.